السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، رجعتكم اليوم في مقطع جديد وبتكلم عن واحدة من أضخم ألعاب الأنمي القادمة أو ألعاب الأنمي اللي مختصة في الكروس أوفر بالتاريخ، وهي جمب فورس. بعطيكم نبذة عن هذه اللعبة وبشكل عام مميزاتها وشنو راح نتوقع منها أو تقدم لنا. فأتمنى هذا المقطع يعجبكم تستمتعون فيه، وبالتحديد أرسلوا للناس اللي يحبون الأنمي إذا حابين تدعمون المقطع. خلونا الحين نبدأ ونتعرف على جمب فورس. في البداية، لعبة جمب فورس تعتبر حدث مهم لملايين من الناس حول العالم لسببين. أول سبب أن هذه اللعبة تم تطويرها بمناسبة خاصة، وهي احتفالية مجلة جمب اليابانية اللي مر عليها أكثر من 50 عام، أو تقريبا 50 عام لهذا الوقت. يعني عشاق المجلة اللي كانوا يشوفون الكروس أوفر بين الأنمي والجيمز، الشخصيات كلها تجتمع مع بعض، كانت في مجلة في ورق، الحين راح تكون على لعبة فيديو جيم ويستمتعون فيها. أيضا السبب الثاني أنها تجمع كمية كبيرة من أبرز شخصيات المسلسلات اللي هي الأنمي والمانجا كلهم في لعبة واحدة ويتحدون بعض. يترجم لكم أهمية اللعبة لعدد لا يستهان فيه حول العالم من الناس اللي يحبون شخصيات الأنمي بشكل عام أو عشاق هذه المجلة. بالنسبة لنظام اللعب أو الجيم بلاي، جمب فورس تعتبر لعبة باتل أرينا أو قتالية في منطقة معينة، تتضمن 3 شخصيات ضد 3 شخصيات في المعركة الواحدة بمزيج من قدراتهم، وأيضا يتداخلون على بعضهم في أوقات معينة ويتشاركون في بعض القتال أو يسوون كومبوهات مع بعض. يعني بتشوف مزيج جدا متكامل، والحلو في الموضوع أن كروس أوفر مثل ما ذكرت شخصيات من الأنمي أيضا المانجا كلهم مجتمعين في هذه اللعبة أو في هذه المعارك. تتضمن اللعبة تقريبا 42 شخصية بتشكيلة ضخمة جدا. اللعبة تم تطويرها في استوديو ياباني سبايك جون سوفت، وايضا اللعبه من نشر بانداي نامكو اللي تملك اغلب حقوق هذه الشخصيات في اللعبه. وبالنسبه للاصدار راح يكون في 15 فبراير، باقي ايام قليله، والمنصات اكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي. نتكلم الحين عن بعض المميزات والاشياء اللي تحمس في هذه اللعبه. مثل ما انتم شايفين مظهر اللعبه جدا جميل، لان تم تطويرها بمحرك انريل انجن 4، ولهذا السبب تشوفون رسومات رائعه في اللعبه وتحس انها شوي واقعيه وفيها تفاصيل يعني ما شفناها لا حتى لا في الانمي ولا ايضا المانجا. يعني واخيرا بنشوف الشخصيات اللي نحبها، لكن خلونا نقول رسومات قريبه على الواقع. طبعا مو بس التفاصيل الموجوده في الاوجه او الشخصيات بشكل عام، حتى الاشياء من ناحيه القدرات اللي جسدوها لك، الحركات مثل ما تعرفونها من مؤثرات النار والكهرباء وهذه الامور بطريقه جدا ممتازة وواقعية وحلوة. يعني تقريبا اقدر اقول ان بنشوف تفاصيل القتال بشكل جدا جميل، افضل من الالعاب السابقة او حتى المسلسلات نفسها. بالاضافة مثل ما انتم شايفين الاجواء والبيئة والتفاصيل واقعية من حولهم حتى في الاماكن، مو بس في الشخصيات والمؤثرات. ايضا هذه المراحل راح تتأثر في القتال وتتكسر اشياء من حولهم وينتقلون من مكان الى اخر. بالنسبة لطريقة اللعب او الجيم بلاي في جمب فورس، مثل ما ذكرت ان تختار 3 شخصيات راح يشكلون فريق واحد، وتقدر تسوي ميكس على كيفك، تختار اي شخصية من اي انمي مختلف. لو نقول مثلا سوينا فريق بين ناروتو ولوفي وايضا جوكو كلهم مع بعض في فريق واحد ضد داي الشجاع، كينشن وكينشيرو، تخيلوا هذا المزيج الكامل شنو بتكون المعركة لما تجمع الأبطال في مكان واحد. أيضا القتال نفسه يتضمن حركات مشهورة من الأنميز هذه كلها أو للشخصيات، بالإضافة أنك تقدر تسوي مزيج ما بينهم، تسوي لك كومبوهات سريعة لشخصية واحدة وتدمج بين الحركات، بالإضافة أنك تسوي حركات خارقة لهم. أيضا تقدر تدمج بين شخصيتين مختلفين من أنميات مختلفة ويتعاونون في كومبو واحد ويشكلون حركة واحدة. يعني تخيل هذا الشيء راح يصير في اللعبة اللي ممكن كنت تحلم فيه، أو إذا كنت بتشوف شخصية معينة تواجه شخصية معينة تقدر تسوي هذا الشيء في اللعبة. تقريبا اللعبة تحقق أحلام بعض الناس اللي يبون يشوفون معارك بين شخصيات مختلفة. طبعا ما ننسى هذا المزيج من الشخصيات والقدرات لما يجتمعون مكان واحد راح يكون في معارك فعلا ضخمة وقوية على أرض المعركة. وشيء ثاني حبيت أذكره لكم خصوصا اللي جربوا الديمو، من تجربتي الخاصة أعطتني شعور اللعبة حماس لا يوصف لما تواجههم مع بعض الشخصيات ويكون في قتال وحركات قوية. طبعا هذه الشخصيات تقدر تبدل ما بينهم وقت القتال، أو تقدر تبدل بطريقة خدعة للخصم اللي أمامك. ايضا من مميزات لعبه جمب فورس انك تقدر تصمم شخصيتك بنفسك، تعطيك مزايا كثيره من ناحيه الملابس والالوان والاشكال والقدرات وهذه الحركات. يعني عندك حريه في تصميم الشخصيه بشكل كبير وخلق هويه جديده ما هي مجرد شكل. ايضا راح تتفاعل في احداث القصه وتصنع بطلك الخاص في لعبه جمب فورس ويواجه كل الشخصيات اللي نعرفهم في المسلسلات والانمي او في القصه. أريا!
تقريبا كانت هذه التفاصيل والمعلومات السريعة اللي تعرفكم على لعبة جيم فورس، وقريبا راح ارجع لكم في مقطع تجربة للعبة في القناة ولاحقا الانطباعات. تقريبا هذا كان اللي عندي في المقطع، ابي اعرف رايكم عن لعبة جيم فورس، هل عجبتكم او لا، او متحمسين لها او لا، عندكم تصويت على اليمين فوق او شاركوني في التعليقات تحت في رايكم في اللعبة. وعندي طلب بسيط، لو انك حاب تدعم هذا المقطع ارسل هذا الرابط لاصدقائك وخصوصا عشاق الانمي. لو كان عندك جروب واتساب او اماكن معينة تجمعات لعشاق الانمي لازم يتعرفون على هذه اللعبة ويعطونا رايهم فيها. أما الحين خلصنا هذا المقطع ويعطيكم العافية على المتابعة. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.